فيكم هذا الفريق فريق الخمسين سنة الجاية، وأنا ومحمد بن زايد وبقيادته دولة الإمارات ما تتوقف، وإن شاء الله أنتم حكومة الخمسين سنة الجاية لدولة الإمارات. نستأذن سموكم لبدء مراسم القسم القانونية لإعطاء حكومة دولة الإمارات. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة. أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة. وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه. وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه. وأن أؤدي واجبي بالأمانة. أؤدي واجبي بالأمانة. وأن أراعي مصالح شعب الاتحاد. وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد. رعاية كاملة. وأن أحافظ محافظة تامة على كيان الاتحاد وسلامة أراضيه. شكراً، إن شاء الله موفقين، وأنتم فريق العمل موفقين.